تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أخواتي إخوتي، كما أعلن في الكنائس سنبدأ تفسير إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. يعني كثير ناس بيقول لك إنه ما فيش عنا تفسير للكتاب المقدس. تفسير الكتاب المقدس يتم في كل قداس مبدئيا، ولكن وقت القداس بيكون يعني طويل، لدرجة إنه الوعظة اللي هي تفسير للإنجيل المقدس لا تقدر أن تستغرق أكثر من 10 دقائق، وإلا الناس بيزهق. أما الفئات اللي ما فيش عندها القداس بالمرة فبكون عندها وقت كتير للتراتيل وللتفسير، ليس محبة في التراتيل ولا في التفسير، بل لأنه ما فيش إشي تاني. واللي الناس يمكن ما بيعرفوه إنه هاي الفئات، طبعا مع احترامنا ومحبتنا إلهم، كيف نشأت؟ أساسها نشأ في ألمانيا. طبعا رح نرجع لنص الإنجيل المقدس زي ما قلنا. طبعا في ألمانيا عن يد كاهن كاثوليكي، يعني كاهن لاتين اسمه مارتن لوثر. طيب هذا كان كاهن، الكاهن شو بيعمل؟ انتوا كلكم بتشوفوا شو ماذا يقوم، بما يقوم الكهنة؟ بالقداس ولا لا؟ عمره ما كان عندنا احنا في المسيحية فقط تفسير كتاب. مين اللي بس عنده تفسير كتاب؟ اليهود. اليهود فقط عندهم تفسير كتاب، خصوصا بعد ما دمر الهيكل 70. قبل كان عندهم الكهنة يقدمون الذبائح والبخور، صح ولا لا؟ ومعلمو الشريعة كانوا يفسرون الكتاب. لما راح الكهنوت شو ضل؟ ماذا بقي؟ تفسير الكتاب. القديس يوستينوس النابلسي، يعني مواليد نابلس سنة 90 للحساب الميلادي، في دفاعه الأول عن المسيحية الذي كتبه للإمبراطور أنتونينوس بيوس، يكتب رقم 67، بيقول في كل يوم شمس. شو يعني كل يوم شمس؟ كل يوم أحد، ساندي بالإنجليزي، نجتمع حول المترأس من كل المدن والقرى، نقرأ، وشوفوا قراءات الكتاب المقدس، نقرأ كتابات الأنبياء وذكريات الرسل. معناه إيش؟ العهد القديم والعهد الجديد. ثم يحضرون للمترأس خبزا وخمرا ممزوجة بماء. وينبه القديس يوستينوس إنه هذا ليس خبزا عاديا وهذه ليست خمرة عادية. إذا نحن في الكنيسة خصوصا في القداس في عنا زي ما بتعرفوا خدمة الكلمة، الرسالة، الإنجيل، وبعدين خدمة القرابين. ما الهدف من هاي الندوات؟ نركز على خدمة الكلمة. هلأ ما فيش عنا قداسهم. طبعا كلمة وجيزة أيضا بالنسبة لتشجيع المسيحيين على الصمود في بلادهم في أوطانهم، خصوصا في فلسطين، في لبنان، في مصر، لأن هاي هي البلاد التي نشأت فيها المسيحية. هاي عندي النص اليوناني الأصلي للقديس لوق لتفسير الكتاب المقدس. تتذكروا آخر مرة حكينا إنه في 3 شروط تضعها رسالة بطرس الثانية، فصل 1 آية 20، لا للتفسير الفردي، ما بصير كل واحد يفسر على خاطر، بخلاف النظرية التي أطلقها الكاهن المرحوم مارتن لوثر إنه يحق لكل إنسان تفسير الكتاب المقدس. القديس بطرس يقول العكس تماما. رسالته الثانية فصل 1 آية 20، ثم فصل 3 آية 15 وتابع بقول شرطين كمان
العلم والرسوخ، يعني معرفة اللغات القديمة، المخطوطات القديمة، الخطوط القديمة، الترجمات القديمة، التاريخ، الجغرافيا القديمة. اليوناني هذا مش زي اليوناني اللي بيحكوه اليوم، ومع الوقت الفرق لسه بصير أكبر. بتذكر قبل 25 سنة لما أول مرة رحت على اليونان، كنا نقرأ الإنجيل للناس في نصه الأصلي اليوناني القديم، وبعدين نفسره للناس في اليوناني الحديث، لأن صفت عنا لغتين وليس لغة واحدة. كيف طبعا العربي اللي بنحكيه اليوم مش زي العربي اللي كانوا يحكوه قبل 2000 سنة. إذن هاي بين إيدي كما قلنا النص اليوناني الأصلي، ومش لازم نستهين بالكهنة، على الأقل في الكنيسة الكاثوليكية، وعلى الأقل الرهبان في الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة بدرسوا الكتاب المقدس 7 سنوات بعد التوجيه، بعد الثانوية العامة، مش عشان مين ما كان يجي يفسر على خط. على فكرة هذا لسه من دون تخصص، يعني اللي بده يتخصص لسه لازم يدرس كمان 7 سنوات إذا مش 10 سنوات زيادة. في عنا موضوعين. الموضوع الأول هو هل فعلا القديس لوقا هو كاتب الإنجيل الثالث؟ هذا اللي راح نحكي عنه في لقائنا المقبل. ولكن بما أنكم مستعجلين تسمعوا النص نفسه والتفسير نفسه، فننتقل توا إلى النص من دون تأخير. بما أن كثيرين هيك بيبدأ القديس لوقا، بس برضو حتى نعرف انه احنا كمان لا يوجد عندنا شيء اعتباطي. شو يعني اعتباطي؟ يعني من غير اساس. على اي اساس نقول انه انجيل لوقا؟ في عنا شهادات من التاريخ، شهادات من التاريخ. القديس إيريناوس مثلا متوفى سنة 222، ترتوليانوس المتوفى سنة 240. بتقولوا لي طيب شو بخصنا احنا في إيريناوس؟ إيريناوس كان تلميذ القديس بوليكاربوس. بتقولوا لي طيب وشو استفدنا احنا؟ القديس بوليكاربوس كان تلميذ يوحنا الحبيب. اذا عندنا شهادة من الجيل الثالث انه الأناجيل اللي احنا بننسبها بصواب الى متى، مرقس، لوقا، يوحنا، عندنا شهادة من تلميذ لتلميذ القديس يوحنا الحبيب. بدناش ننسى انه القديس يوحنا الحبيب لم يتوفاه الله قبل سنة 95 للحساب الميلادي. القديس إيريناوس بيقول الأناجيل الموحى بها 4 ليس إلا. متى كتب إنجيله للعبرانيين بلغتهم يعني بالآرامي، وبعدها وأيضا وكتب لوق، ثم نقل إلينا مرقس تلميذ بطرس وترجمانه في إنجيله الحقائق التي أعلنها بطرس، وكتب لوقا رفيق بولس في إنجيله ما كان يبشر معلمه بولس، وأخيرا كتب يوحنا بدوره إنجيله إذ كان في أفسس من أعمال آسيا، اليوم في تركيا. ويوحنا هو التلميذ الحبيب الذي استحق أن يسند رأسه إلى صدر الرب. عنا زي ما قلت لكم شهادات ثانية سنتكلم عنها في وقت لاحق. الآن إلى النص. تصوروا ما أجمل هذه اللحظات. المسيحيين الأولين كيف كانت سهراتهم؟ سهراتهم على إيش؟ الكتاب المقدس، على كتابات آباء الكنيسة. بما أن كثيرين قد بدأوا في سرد الأمور التي وقعت بيننا، التي تمت بيننا. طبعا أنا بدون مؤاخذة بقرأ النص قدامي باليوناني، بس أنا بقرأه بالعربي.
بما أن كثيرين قاموا بكتابة بسرد الأمور التي حصلت بيننا كما تلقيناها منذ البداية من الذين كانوا شهود عيان للكلمة ثم عاملين بها، رأيت أنا أيضا أيها المكرم ثيوفيلوس أن أكتبها لك مرتبة بعد أن تيقنت منها لكي تتأكد من صحة ما تلقيت من تعليم. لاحظت أن كل هالأربع آيات في ترجمتي العربية كلها جملة واحدة، وفعلا هذا في اليوناني الأصلي جملة واحدة، وكما يقول لنا الأخصائيون اللغويون هذه أفصح أبلغ جملة من ناحية اللغة اليونانية في كل العهد الجديد. طبعا هذا من ناحية لغوية، هذا إثبات إضافي إنه اللي كتب هذه الآيات بل هاي الجملة طبعا بإلهام من الله وحي منه تعالى كان إنسان متعلم، كان طبيب. وإحنا شفنا شهادة القديس إيريناوس بيقولنا لوقا الطبيب الحبيب مرافق القديس بولس. إذا عندنا برهان خارجي شهادات إيريناوس أوريجانوس وغيره، وعندنا البرهان من وين؟ من داخل النص. الطبيب المتعلم لا يكتب كما يكتب الأمي اللي يدوب زي ما بقولوا عنا يفتش الحرف. هلا ماذا نستنتج من هاي الآية البليغة أو من هاي الآيات البليغة؟ إنه عنا الإنجيل ليس كلاما مكتوبا في الهواء، موجه إلى إنسان معين. إذا بنفتح أعمال الرسل نجد نفس الشخصية اللي هو ثيوفيلوس. ثيوفيلوس يعني محب الله، محب الله. ثيوفيلوس المكرم إذن كان شخصية مرموقة في المجتمع، معروفة. يعني لما أنت تعمل كتاب وتهديه لإنسان معروف في المجتمع، شو معنى؟ إنه أنت واثق من إيش؟ واثق من كلامك. بيقول له إشيين، بيقول له في أمور أنا ما شفتها، ولكن في شهود عيان. من هم شهود العيان؟ شهود العيان هم السيدة العذراء. على فكرة إنجيل لوقا هو أكثر إنجيل يتكلم عن السيدة العذراء. شهود العيان الرسل، وعندنا شهود سماع مش شهود عيان اللي هم تلاميذ الرسل، منهم مرقس تلميذ بطرس ولوقا نفسه تلميذ بولس ورفيقه. الذين شهود العيان الذين عاشوا مع الكلمة منذ البداية. طبعا هنا الكلمة لها ثلاث معاني. الكلمة المتجسد يعني يسوع المسيح نفسه، كما نقرأ في إنجيل يوحنا فصل 1 آية 14 شو بنقرأ؟ والكلمة صار جسدا. بعدين الكلمة يعني الأمور، الأشياء التي حصلت. وبعدين الكلمة يعني القول. إذن هذول شهود عيان رأوا المسيح، سمعوا المسيح، لمسوا المسيح، كما تقول لنا الرسالة، رسالة يوحنا الأولى الفصل الأول الآية الأولى ماذا تقول؟ تقريبا نفس الكلام اللي نجده هنا، تقريبا نفس الصيغة، مع أنه هنا الكاتب إلها من الله وحي منه تعالى هو يوحنا الحبيب وليس القديس لوقا. شو بيقول؟
بعد إذنكم هي رسالة يوحنا بيقول الذي كان منذ البدء الذي رأيناه ولمسناه رأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا من كلمة الحياة بريتولوغو تيزويس هذا ما نبشركم به. الحمد لله أنه إحنا المسيحيين تعرف في ناس ممكن من أولادكم الشباب والصبايا 12 سنة منعلمهم تعليم مسيحي في المدارس بيجوا على الجامعة هون ولا على جامعة تانية بعد فترة بصير يتفلسف أو بصير هالصبية تتفلسف وبقول لك وبينكر حاشا وكلا وجود الله بينكر وجود المسيح بفكر حاله شاطر بفكر حاله فهمان. القديس لوقا يوجه إنجيله إلى إنسان معين وبيقول له أنا مش بس سمعت من شهود العيان أنا تأكدت تيقنت بحثت فحصت. لماذا يقول القديس لوقا كل هذا الكلام؟ لأنه القديس لوقا طبيب. الطبيب ما بتروح عنده بتقول له عندي المرض الفلاني زي ما بيعملوا في بعض صناديق المرضى بتقول له بيقول لك الطبيب شو مالك بتقول له بشعر في وجع هون كذا بدون ما يفحصك بيعطيك دواء. هذا غلط. الطبيب ماذا يجب أن يفعل؟ أن يفحص أن يشخص المرض. القديس لوقا هذا منهج عنده في حياته التدقيق الفحص. كل شيء مذكور في الإنجيل المقدس مدقق. ليه؟ حتى نتيقن نحن صحة ما تلقينا من تعليم. عندنا مثلا سؤال بسيط ممكن الناس يسألوه، طب احنا شو بعرفنا انه هلا القديس لوقا راح يحكي لنا عن يوحنا المعمدان. بيقول لك كان في ايام هيرودس ملك يهوذا كاهن اسمه زكريا. هاي وصلنا للآية 5. ما اجمل الانجيل المقدس. الانجيل ليس كتابا خياليا. اذا بنسال كتب التاريخ نسأل المؤرخين بيقولوا لنا نعم في شخصية تعيسة اسمه هيرودس هذا فعلا عاش بين القرن الميلادي الأول والقرن الأول قبل الميلاد. يعني اللي بدهم يتفلسفوا على الإنجيل المقدس وفي ممكن منهم من معارفكم بدون مؤاخذة اللي بفكر حاله إنه فهمان يعني بقول لك أنا لا أثق حاشا وكلا بالإنجيل. بدكش تثق في الإنجيل وين بدنا نفتح؟ كتب التاريخ. كتب التاريخ مين عنا؟ فلافيوس يوسيفوس هذا مؤرخ روماني يهودي. عنا طبعا ملفات الإمبراطورية الرومانية وإحنا نازلين على إيدكم الشمال على بيت سحور إيش بتلاقوا؟ جبل اللي بسموه الفرديس هو جبل هيرودس. هذا الجبل اللي قسم منه كان طبيعي والقسم الأعلى منه اصطناعي خلى عبيد ينقلوا تراب وصخور ويبدو أنه هيرودس دفن في هذا الجبل ولكن لحد الآن لم يكتشفوا قبره بخلاف عفوا ادعاءات اليهود. هيرودس ملك يهوذا. نعرف من التاريخ من هو هيرودس. هيرودس سجن يوحنا المعمدان. أين سجن يوحنا المعمدان؟ في ناس بقول لك أنا لا أثق حاشا وكلا بالكتاب المقدس. بلاش خلينا نيجي لكتب التاريخ. برضو فلافيوس يوسيفوس بقولنا
إنه هيرودس سجن يوحنا المعمدان في قلعة مكاور، قلعة مكاور ماكيرونت اللي هي جنب مدينة مادبة في جنوب الأردن. إذن هاي اللي بحكيه الإنجيل المقدس هو غذاء لنا لحياتنا الروحية، لحياتنا الدينية الأخلاقية، وفي نفس الوقت إذا في حدا منا لا سمح الله عنده أي شك، فأولا عندنا تأكيدات القديس لوقا الطبيب على صحة أول شيء دقته في فحص الأمور، وثانيا زي ما قلنا الشهادات من التاريخ نفسه. إذن ها إنه زكريا كان من فرقة أبية، فرقة أبية كان في 24 فرقة كهنوتية عند اليهود. أي وين كان ساكن زكريا وزوجته أليصابات مش مذكور هون، لأنه مش كل شيء موجود في الكتاب المقدس. التقليد بقولنا إنه كانوا ساكنين في عين كارم، كل هالمنطقة هاي حتى يكونوا قريبين من المدينة المقدسة. وكانت عنده زوجة من بنات هارون، معناها نفس سبط لاوي، لأنه الكهنة في العهد القديم كانوا ياخدوهم من سبط يعني عشيرة لاوي، اسمها أليصابات. أليصابات الاسم العبري إيلي شافع يعني الله حلف، الله أقسم. يقول إنه كلاهما كانا بارين أمام الله وسائرين بلا ملامة في شريعة الرب، ولكن لم يكن لهما ولد بما أن أليصابات كانت عاقرا. وهنا نقف أو يقف الجزء اللي أنا بقوم فيه، اللي هو عند اليهود قديما وعنا إحنا مع الأسف حديثا، المرأة التي لا تنجب مش الناس بيقولوا عنها يعني أحيانا الناس يعدون ذلك عارا، كأنه الإنجاب في يد الإنسان. فجيد أنه إحنا بعد 2000 سنة تقريبا من مجيء سيدنا يسوع المسيح أنه نغير عقليتنا، العقلية اللي أخذناها لا شعوريا من اليهود. شو هي عقلية اليهود؟ إنه الزواج ضروري حتى ولو كان فاشل، لأنه في التلمود يقول لك الرجل من غير مرأة هو نصف رجل. طيب إذا متخلف بدكم تجوزوه يعني، وبدكم كمان نجيب أولاد متخلفين زيه؟ روح حيك. إذا الزواج ليس شيئا مطلقا مطلوبا من كل إنسان، في كثير بشر لا يصلحون للزواج، أو حتى إذا صلحوا جسديا لا يصلحون إيش؟ عقليا أو فكريا. في بشر عندهم بعيد منكم خلل، انحراف في الشخصية، وخصوصا إذا هذا الانحراف وراثي لا إيش يتجوزوا هذول. وزي ما قلنا، إذن أولا شو الفكرة الغلط؟ إنه الزواج ضرورة. الزواج هو حق للي بيقدر يتزوج، الزواج هو واجب على البشرية ككل حتى لا تفنى البشرية، ولكنه ليس مطلوبا من كل إنسان، خصوصا بعيد منكم من المتخلفين، من المختلين، من الخالصين، من المجانين. شو بدك تجوزهم وتجيب لنا كمان مجانين؟ هتلر كان يتم تعقيمهم يعاقبهم. هتلر؟ نعم. هلا شو الفكرة الثانية الغلط؟ إنه مع الزواج يجب الإنجاب. خلص يعني حتى ولو تجيب أولاد متخلفين يجب الإنجاب. كله هذا فكر يهودي تلمودي قديم.
وشو الفكر الثالث من توالي الفكر اليهودي التلمودي؟ انه يجب انجاب الذكور. يعني اللي مثلا مش جايب اولاد ذكور، على فكره ذكور من فعل ذكر، يعني لانه يذكر اسمه لانه صار ابو فلان ومبروك ابو سمير، صح؟ وبفرقوا حلاوته زي ما بيقول صاحبنا. انه ولو هذا الشاب متخلف خلاص، المهم ايه؟ انه ولد. وطبعا شو العقليه التعيسه عندنا كمان، انه الولد شو ما عمل معلش، ما هو شاب، ما هو زلمه، والبنت ممنوع تتنفس. كل هذا مش العقليه المسيحيه، ها هي العقليه اليهوديه اللي فيها شوية تلميح إلها. نعم، هذه تعود إلى القرن الثالث عشر، إذا مش القرن العشرين قبل الميلاد، وإحنا في القرن الحادي والعشرين بعد الميلاد. أنهي حديثي بشيء مهم جدا. طبعا زي ما لاحظتوا لم أرد أن أتعمق في الكلمات اليونانية، إنما بشكل عام شفنا أنه هاي أفصح وأبلغ جملة في كل العهد الجديد. هذا إثبات إضافي أنه النص هو من القديس لوقا الذي كان طبيبا، زي ما بيقولوا بالبجال، يعني باقي طايح مدارس يعني متعلم. بالنسبة لحياتنا إذن الدينية الروحية، إنه إنجيلنا ليس خيالاً، ليس خرافات. بين إيدي الكتابين، تلاحظوا الكتاب الأول شو هو؟ الكتاب المقدس نفسه، المخطوطات. هاي أكثر كتاب فيه له مخطوطات هو طبعاً الكتاب المقدس. يعني نصل للعهد الجديد إلى 24,000 مخطوطة. إذا هدول ما حدا، مش ممكن إنه حدا اخترعهم. هذا واحد. اثنين، زي ما بتلاحظوا هون، إيه؟ التاريخ في خدمة الإيمان. يعني إنه اللي قالوا الكتاب المقدس، التاريخ اللي كتبوه رومان، كتبوه يهود، عفوا، يؤكد. بتقولي لا، احنا مؤمنين نكتفي بكتابنا. اللي عنده لا سمح الله شك، فممكن كمان يرجع لايش؟ للتاريخ. ومين اكثر ناس لازم يكون عندهم ايمان، واكثر ناس لازم يكون عندهم رسوخ وثبات؟ احنا. اللي يشك في شخصية هيرودس ينزل على بيت سحور بلاقي جبل هيرودس. اللي يشك في اللي قالوا الإنجيل حاشا وكلا عن الرعاة، تنزل على بيت سحور بدال حق الرعاة واحد تلاقي اثنين وثلاثة، وكلهم بيعطيك الفكرة الموجودة وين؟ في الإنجيل المقدس. بتشك إنه المسيح عاش، بتروح على القدس، تدخل على القيامة. هون بتروح على المهد، برضو في عنا كلام كثير حلو راح نحكيه إن شاء الله من الكتاب المقدس، ثم من التاريخ، ثم علم الآثار. عن إيش؟ عن بيت لحم. هاي هي مدينتنا اللي إحنا لازم نعرفها أكثر من أي جماعة تانية. إذن ألخص الحديث لتتيقن أيها المكرم ثيوفيلوس صحة، حتى الكلمة اليونانية أسفاليان يعني التأكيد، الدقة، لكي تتيقن صحة ما تلقيت من تعليم. اللي الكنيسة بتقدم لنا إياه مع الإنجيل الطاهر هو صحيح ومثبت، وهذا الكلام الصحيح منبني عليه حياتنا، زي ما قال السيد المسيح يوحنا 10:10: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وتكون لهم أوفر.
وشكرا لإصغائكم.